بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول الأعظم أبي الزهراء محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عوائل الشهداء والجرحى، عوائل الأسرى والأسيرات، عوائل المطاردين والمهاجرين والمغتربين عن الوطن، أسرة القائد التضحوي الكبير الأستاذ عبد الوهاب حسين. يا شعب العزة والإباء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، ندعو جميع الحضور الكريم للوقوف إجلالا وتعظيما لدماء شهدائنا الزكية وإهدائهم ثواب سورة الفاتحة، ولا سيما إلى روح القائد المضحي السيد أبو هادي الساري، فرحم الله من قرأ سورة الفاتحة. قال الله في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. نجتمع اليوم في بيت حاضن الشعب، منزل القائد التضحوي الكبير الأستاذ المجاهد عبد الوهاب حسين، فرج الله عنه وعن جميع الأحبة الأسرى، في بلدة فوارس راية العز، لنؤكد على ثوابت ثورتنا المجيدة، ولنعلن الجهوزية العالية لخوض غمار الاستحقاق التاريخي القادم. فلا عودة لما قبل 14 من فبراير من العام 2011، والخيار الوحيد الذي نراه ماثلا أمام أعيننا بوعي وبصيرة هو مواصلة الثورة حتى النهاية، وحتى تحقيق أهدافها السامية التي نص عليها ميثاق اللؤلؤ مهما عظمت التضحيات. إخوتنا وأخواتنا في الله، في اعتصام فبراير المجيد نلفت عنايتكم إلى عدة نقاط مهمة. أولا، رص الصفوف ونبذ الفرقة والتشرذم وسحق مخططات ثنائي الشر، العدو الخليفي والمحتل السعودي، الرامية لإذكاء الفتنة بين مكونات الشعب البحريني. ثانيا، الاستعداد التام للمشاركة في استحقاق العزة التاريخي الواقع في 13 و14 و15 من فبراير الجاري، وفاء لدماء الشهداء وأنات الجرحى وعذابات الأحبة الأسرى المغيبين في السجون. ونؤكد على ضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات والخطوات التي تصدر تباعا
بخصوص هذا الاستحقاق التاريخي. وهنا لا بد لنا من أن نحيي الأحبة الأسرى في سجن جو المركزي وبقية السجون على تفاعلهم مع استحقاق العزة التاريخي وإعلانهم العزم على تنفيذ إضراب الإرادة الحرة يوم 14 من فبراير المجيد دعما للخيار الثوري المقاوم. ختاما يا شعب البحرين الأبي، يا أعظم الشعوب صبرا وصمودا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واستمروا في ثورتكم المجيدة حتى النهاية، فقريبا جدا جدا يبزغ فجر الحرية ويعم الضياء وطننا الغالي، وقريبا ستحققون نصركم الذي وعد الله به عباده المؤمنين. فإلى الأمام يا شعب العطاء والتضحية، وما النصر إلا من عند الله. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لهم ولنا قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، الجمعة 7 فبراير، شباط 2014، بلدة نويرات، البحرين المحتلة.